المسيح والله معكم اخوتي بحلقتنا اليوم مع غبطة البطرك ابراهيم اسحاق اللي هو بطرك الاقباط كاثوليك، وحبينا بزيارته لموريال انه استضافنا واستضاف اسره اذاعه صوت الرب حتى نكون مباشر ونقدر ناخذ من سيادته من غبطته عن الكنيسة القبطية بالعالم بمصر والأخص بكندا. الله معك. أهلا وسهلا بحضرتك في الكنيسة وشكرا لاهتمامكم بأنه نعمل اللقاء. شكرا. غبطتكم من بداية وقت انتخبت بطرك كنت أصغر بطرك انتخب، كان عمرك بالخمسين سنة يمكن. لا أكثر أكثر شوي لأنه بالخمسين بس مش يعني تقريبا كان 58 يمكن 58 8 شو صعوبات البطرك وخصوصا إذا كان بعده جن؟ لأن عادة البطرك بيكون يمكن بعمر أكبر، لأن في كثير مهام، في كثير يمكن مقررات، يمكن مشاكل كبيرة دائما تجي لعند الكبير. كل ما تكون المشكلة أكبر كل ما بنروح عند حدا أكبر حتى يحللنا اياها ويساعدنا. غبطتكم من بعد هلا خبرتك هالخمس ست سنين كبطرك، شو صعوبات البطرك؟ يعني انا الحقيقه من ساعه ما ربنا دعاني اكون كاهن كان في حاجات في حياتي، خبرات هي دايما سريعه. يعني ساعه ما انا كنت اسيس تقريبا حوالي 25 26 سنة، ثم بعد كده في رعاية وبعدين دراسة برا، ورجعت كملت يا دوبك سنة ونص سنتين إلا، وكان المسؤولين ادوني مسؤولية إدارة الكلية الإكليريكية، وهنا فعلا كانت أول صعوبة لأنه مسؤولية كبيرة جدا وانا لسه ما عنديش الخبره الكافيه. لكن انا يعني لما بقبل بقول يا رب انت بتستعملني واديني نعمتك، يعني لخدمه الكنيسه وخدمتك. ولغايه دلوقتي ربنا طبعا هو بيشتغل بينا، وفي نفس الوقت كمان كل المهام اللي الواحد بياخدها تديله خبره ازاي يشتغل مع الجماعة. فاذا كانت هذه الجماعة هي جماعة الاساقفة او جماعة الكهنة او الكنيسة ككل، ابناء الكنيسة المؤمنين، فيعني الواحد كل شوية بيتعلم ازاي يعني يعمل مع، ويعني زي ما كان زمان قسيس عندنا بيعلمنا يقول فير وفير فير، يعني مهم قوي ان احنا نعرف نخلي التانيين كمان يشتغلوا. يعني فعلا لانه هي القوه لما نشتغل مع الاشخاص بنقدر نكون كلنا ايد واحده واحد ما شاء الله. بنعمه الروح القدس نشكر ربنا. نعرف انه انعقد السينودوس هالسنه وكان في مقررات بالسينودوس، فشو المقررات للمهاجرين من الاقباط الكاثوليك وبالاخص لكندا؟ لان احنا موجودين حاليا بموريال كندا. هو دايما في السينودس البطريركي اكيد طبعا في جزء خاص بالمهجر، لانه ابنائنا في المهجر بيطلبوا دايما اهتمام اكتر، متابعه ليهم، فبنحاول بقدر الامكان. عندنا طبعا اماكن كتير وبيطلبوا، فلما بيبعتوا مثلا تكون في حوالي 50 60 عائله مثلا في مكان، بنحاول ندبر احد الكهنه انه يروح يهتم، ولكن العمليه مش سهله لانه المهجر بيتطلب يعني مواصفات معينه، وخصوصا كمان العائلات اللي بتيجي عندها تحديات كبيره، وفي اماكن ما عندناش فيها كنايس وهكذا يعني. فكل مره في المهجر يا اما بنتكلم على المهجر كعموم يا اما بنتكلم على بعض الأماكن أو الكنائس اللي عندها طلبات أو تحديات معينة.
آخر سينودوس كان عندنا أنه يعني البطرك بيهتم هو حاليا بشؤون المهجر، فكان مطلوب أنه احنا نفكر في أسقف مهتم بشؤون المهجر، يعني يبقى متفرغ للمهجر، لأنه العملية بتزيد والبطرك يعني عملية السفريات طول الوقت هو خارج البلاد يعتبر يعني. فإن شاء الله ربنا يساعدنا نجد الأشخاص المناسبين، ويعني نحاول نرد على حاجات الأشخاص يعني. وكم أقباط كاثوليك موجودين بكم بلد؟ عندنا في الولايات المتحدة عندنا 5 كنائس، وعندنا في كندا 2 طبعا تورونتو وموريال، في أمريكا عندنا في كاليفورنيا لوس أنجلوس، عندنا تينيسي في ناشفيل، وعندنا بروكلين فيها بروكلين يعني نيويورك بروكلين، في نيوجيرسي وفي بايون، يعني 3 مجموعات هناك. بعدين عندنا في استراليا 2 ملبورن وسيدني، وفي ايطاليا 2 روما وميلانو، باريس فيها 1، وعندنا في الدول العربية لغاية دلوقتي الكويت ولبنان. وأي بلد يعتبر أكبر عدد من الأقباط موجودين من الأقباط الكاثوليك؟ يعني تقريبا هنا في موريال أكتر، يعني بيتراوح فوق 450 يوصل لل 500 عيلة يعني. كذلك عندنا في أماكن تانية في لوس أنجلوس، بعد كده عندنا في سيدني، يعني دي اللي هي الحاجات الكبيرة. بعد كده تورونتو مثلا حوالي 120-130 عيلة تقريبا. واحدة، ما هي دي المشكلة التانية برضو، التحديات، لأنه المسافات بعيدة هنا، والناس يعني طبعا علشان الزحمة بتاعت المواصلات يعني العجلة السير، ففي ناس كتيرة قوي بتفضل أقرب حاجة ليها يعني. والأكثر من كده هو انشغال الشباب، طلبة في المدارس والأنشطة بتاعتهم، فبيخلي أنه الأباء مرات يستسهلوا أنه طبعا يروحوا أقرب حاجة ليهم. يعني عندنا مثلا في سيدني حاجة كويسة، ابتدوا من فترة مش قليلة، ودلوقتي وصلوا أنه بنوا كنيسة كبيرة هناك، كان عندنا أرض واسعة ووصلوا أنهم بنوها. إن شاء الله يعني نروح في أواخر فبراير اللي جاي ندشن الكنيسة بإذن الله. مبروك. الله يبارك فيك. والله يزيد الكنائس حتى تظل دايما ربنا يبارك عامرة، وتقدروا تخدموا الشعب، لأن منا هينة. الحصاد كثير والفعلة فليون، يعني بعتقد أصعب شيء أنك تلاقي الكاهن المناسب للمكان المناسب. مظبوط، ده صحيح، ده من ضمن التحديات الكبيرة، لأنه في أي عمل وفي أي مسؤولية هم الأشخاص، هو الإنسان اللي المهم في الموضوع. متى وجد الإنسان المناسب حاجات كتير جدا بتبقى تزلل الصعوبات فيها يعني. وكذلك حتى يعني مثلا أنا جيت من 4 سنين هنا، شايف في فرق كبير جدا سواء في تورونتو أو هنا، شايف في فرق، في تقدم كبير بالذات هنا في موريال، لقدوم عائلات من حوالي 2-3 كده، عائلات شاب مع أولادهم جم هنا فغنوا الكنيسة بالأشخاص، بقى فيه شباب وأطفال والكنيسة بقت حية، وفي أنشطة زادت كتير جدا، وخصوصا في ناس تهتم بالتكوين، وده أهم ما في الموضوع، تكوين الأولاد، تكوين العائلات، تكوين الشباب، فدي أهم نقطة في الرعاية يعني، التكوين. إن شاء الله ربنا يبعث ناس بتحب الكنيسة من قلبها، لأنه لما الناس بتكون صادقة بمحبتها لربنا بتخدم، ما بتحس
مظبوط، يعني ده حقيقي ونتمنى من كل قلبنا، لكن في نفس الوقت برضو هم عندهم تحديات، خصوصا في السنوات الاولى. السنوات الاولى بيبقى عندهم تحديات في الشغل، في المدارس، في اللغه، في الثقافه كمان بعدين، يعني شويه بشويه. هي كمان الصعوبات اول ما يوصلوا وبس يتعودوا كتير على البلد، بتصير كمان في خطوره تاني انه صاروا تعودوا على البلد، على يعني المطرح القريب، المطرح الانسب، ما بيعودوا يجوا على رعيتهم، على بيتهم، حتى يكونوا عم بيعيشوا ايمانهم يقدروا يخدموا الجماعه كمان. مظبوط، يعني الصعوبه دايما هي في ازاي يندمجوا ويتجذروا في الاصول بتاعتهم، يعني فدي العمليه اللي هي التوازن المطلوب. يعني نحن حاليا غبطتك موجود بموريال كرمال عيد الرعيه 20 سنه لسيده مصر بموريال ولافال، الاحتفال بال 20 سنه. مزبوط، اذا بتحكي لنا شوي عن هالاحتفال اللي عم بيصير وعن الاشياء يمكن اللي تمت واللي بدها تتم كمان بموريال. يعني بالنسبه لمرور 20 سنه على تاسيس الكنيسه، بينما الرعيه نفسها كانت موجوده قبل كده، لكن ما كانتش موجوده في المكان هنا في لافال، لكن كانت بتتنقل من رعيه الى رعيه، يعني سواء ايجار او كمان يعني بطريقه او باخرى، يعني كان فتنقلوا في اماكن مختلفه، وكان الله يرحمهم اللي كانوا موجودين، كان في اباء موجودين والله يديهم الصحه اللي هم ما زالوا على قيد الحياه في كنيسه ثانيه. أبونا مشيل مثلا في باريس، وكان أبونا يوحنا عياد مر هنا سنتين، ودلوقتي أبونا إيميل ربنا يديله الصحة بيعمل يعني رعاية ممتازة يعني، وقريب من الناس، وديله فترة كبيرة يعني هنا كمان. فالكنيسة هنا اديلها 20 سنة، وطلب عن طريق الرعية وابونا انه انا اجي اشارك معهم الفرحة دي، انهم يعملوا يوبيل العشرين سنة. الله يبارك فيكي. فيعني انا لبيت الدعوة وجيت، وفعلا لاحظت تقدم كبير في الرعية. يعني انا فوجئت انه في انشطة، يعني كأنها في الكنائس اللي عندنا في مصر يعني، ودي حاجة مشجعة وفي نفس الوقت طبعا محفزة لحاجات تانية، وتحتاج إلى احتياجات جديدة. عشان كده لابد أنه يكون في كنيسة أخرى يعني للرعية، لأنه الناس اللي هي ساكنة بعيد مع أبونا ومع المسؤولين عاملين زي رصد وأماكن سكنهم، فبنشوف أنه في يعني يمكن بتاع 25% او اكتر شويه من الناس على مسافات بعيده يعني، فمحتاجين نلاقي حد. اتكلمت مع بعض المسؤولين هنا وهنلاقي حاجه، ربنا يتدبر كده ان شاء الله. روح القدس يلهمكم وتقدروا تلاقوا المكان المناسب للناس بالمكان اللي هو انسب لهم، لانه موريال كبير. طبعا طبعا، وفي ناس بتجي يمكن نص ساعه واكتر حتى تجي كل احد على الكنيسه او تشارك بالنشاطات. عشان كده السنه دي كان في حاجه جديده في الزياره. اولا هي مليانه بالمقابلات، مقابلات مع الكنيسه الكنديه، كان مع الارشيفيشي هنا رئيس الاساقفه والمطران المساعد وكل المسؤولين عن الشرقيين اللي موجودين هناك، وكان في فرصه جميله جدا من كام يوم رحنا تروا ريفيير، كان المجلس الأساقفة الكنديين مجتمعين هناك، واتفقنا انه انا اروح التقي بيهم، كان يوم لطيف وتبادلنا الحديث في حاجات كتير وخبرات الكنيسة
ما كانش في وقت كتير الحقيقه، لانهم عندهم يعني اجتماعاتهم، فادوني جزء من الوقت، لكن ده كان مهم جدا. كان في لقاءات على مستوى الناحيه السياسيه كمان، كل المسؤولين المصريين، سفير مصر في اوتاوا كان هناك، والقنصل العام مدام امل سلامه، وكل المسؤولين، حتى يعني منهم كتير جه حضر الاحتفال معانا بعد القداس، يعني حضر الغداء معانا يعني. فده من الناحيه دي. كمان كان في حاجه جميله خالص، وهي الالتقاء بكل المطارنة الشرقيين، مش كلهم، لكن لانه في المطران السريان مش موجود، مش متواجد هنا، لكن كان في لقاء مع سيدنا مروان ثابت، وبشكره على يعني دعوته ومقابلته وكرمه يعني. وكذلك المطران ابراهيم كمان الملكيين، الروم الملكيين بكندا، كذلك كان لقاء رائع مع كتير من الناس. شفت الكاتدرال ورحت في المطرانية عندهم. فده كمان تبادل غني بين كنايسنا الشرقية، وازاي انه التحديات بتبقى متشابهة، وكان في كلام على اساس انه ازاي نقدر يكون في تعاون متبادل ان امكن يعني في الحاجات يعني. فالسنة دي في حاجات كتيرة قوي حصلت. السنة دي كمان الزيارة بالنسبة لموريال اطول، كانت من 4 سنين كانت اسبوع، دلوقتي اسبوعين، وفعلا مشحون البرنامج جدا. ما هي بدأ اسبوعين، لانه اللي سميت كلمة يهون اللقاءات كلها بتاخد وقت، وغير كده اللقاءات مع كل الانشطة وكل المسؤولين. والنهاردة بعد ما نخلص انا عندي لقاء مع الشباب كمان اللي في الكنيسة يعني. وراح نستفيد نحكي عن الشباب كمان، شو النشاطات او الاشياء اللي ممكن عم تتأمل لهم، لانه صعب الهجرة، عم يلتهوا بالجامعة، عم يلتهوا بالدرس، بمستقبلهم كمان يكونوا حاسين بمسؤولية حياتهم الروحية كمان، لانه ايام الدرس بخليني اصرخ تجاه يمكن إيمانهم أو الالتزام بالكنيسة. كيف حضوركم عم بيكون يقدر يساعد الشباب تيجي وتشارك؟ زي برضو الأماكن يعني الأنشطة التانية، لكن مع الشباب ممكن الموضوع يكون متطلب أكتر شوية، لأنه في مشكلة اللغة، مشكلة الثقافة، مشكلة السن كمان يعني، لما بيعدوا في المراهقة، ولما بعدين مشكلة الاختلاط بالمجتمع الكندي، لأنه علشان يوصلوا إلى يحصل هذا التوازن بين الاندماج والجذور يعني بياخد وقت، ومرات خبرات الآباء كمان بتمر بصعوبة يعني، هم نفسهم لسه بيتأقلموا مع الجو الجديد، ومعهم أولادهم بيجروا قدامهم بسرعة يعني. وإحنا كشرقيين برضو بنحتفظ بحاجات ثوابت عندنا، فبيبقى في خوف، في خوف كبير قوي، وعندنا حق مرات، لأنه في تغييرات سريعة في المجتمع، وخصوصا مع القوانين المدنية والحاجات زي كده، بتبقى فيها تحدي كبير لينا، لأنه كويس الحرية، ولكن الحرية كأبناء الله يعني حرية أبناء الله مرات يعني محتاجة برضو يعني توازن شوية، لكن يمكن الجو العلماني قوي يعني بيفقد شوية الكنيسة والناس قوتها في حياة الشباب. بيلفوا طبعا المشوار بتاعهم، بعدين بيرجعوا تاني، وعشان كده ده مهم جدا انه احنا نأسس
من الصغر في الطفولة في الشباب، كل ما أنا غزيت كويس ما بأخاف، مش هخاف عليه، هياخد طريقه وممكن يتوه شوية لكن هيرجع في الآخر لبيت الآب يعني. إن شاء الله. أي طبعا يعني. لأن أصعب شيء هي الهوية الشرقية هي فيهم، رغم أنه يمكن في كتير ولاد بطلوا يحكوا العربي أو المصري، ولكن هالهوية اللي هي شرقيتنا القوية تضل فيهم لمستهم، يعرفوا جذورهم. كل ما بيعرفوا كل ما راح يحبوا أكثر ويكونوا مشاركين أكثر. نشكر ربنا. أنا لاحظت حاجة أنه كتير من الأطفال والشباب بيفهموا العربي، يفهموه وبيتكلموا الدارج، لكن لا طبعا ما يعرفوش اللغة. عشان كده حتى النصوص بتاعت العربي والقراءة والقداس بالنسبة لهم غريبة. فعشان كده في محاولات انه بقدر الامكان يعني نعمل، يعني انا قلت لابونا مع الانشطة انه نحافظ على ثلاث حاجات. نحافظ على الشباب بتوعنا عشان اللغة الفرنسية او اذا كان الانجليزية في تورونتو، على الطقس القبطي بتاعنا، وفي نفس الوقت على انه الجماعتين يكونوا كنيسه واحده، ما نوصلش الى نعمل فرقتين، ده خطر كبير. لكن عشان كده يمكن المناسبات الكبيره العامه لابد انها تكون ميكست مختلطه، وحتى في الصلاه يبقى باللغتين وبال يعني مختلط يعني، حتى كمان الولد او الشاب يحس عم يفهم. مظبوط، بقدر الامكان بيبقى فيه الشاشه طبعا قدامه ومترجم النصوص يعني. ده يعني السنه بتاع ده الاحد اللي فات يعني انا عملنا القداس مع بعض، برضو كان معانا رئيس الاساقفه والاسس الكنديين والشرقيين، كان معانا سيدنا ابراهيم، فعملنا كده وكده يعني، والوعظه برضو عملتها باللغتين. والسنه والاحد اللي جاي ده ان شاء الله عندنا رسامة بعض الشباب قارئ، فده عملنا حتى ترجمنا النص، وإن شاء الله يبقى يحصل برضو كده. امبارح بالليل كان عندنا احتفال جميل جدا جدا، الثلاث كورالات اللي هم الأطفال والمتوسطين الأطفال والفرنساوي والعربي، الثلاثة عملوا زي احتفال صغير امبارح، امسيه حلوه خالص، كانت ممتازه يعني حلوه يعني. ونشكر ربنا انه ده كمان من الانشطه اللي بتجذب الكبار والصغيرين كمان فعلا، بتحسسهم بانتمائهم. اي مظبوط مظبوط. مصر بنقول ام الدنيا، ومصر هي اللي احتضنت سيدنا يسوع المسيح وقت اللي كان في خطر على حياته، هرب على مصر ورجع على فلسطين. فمصر هي يعني الأقباط من الشعوب القديمة بمصر المسيحيين. ومنلاحظ خلال التاريخ أنه في أوقات عم بيكون في خطر على وجود المسيحيين بمصر، وأيام أخف يمكن، ومن هيك في هجرات يعني متتالية بسنين متعددة. هل بنقدر نقول أنه حالياً وجود المسيحية اللي عم بيهاجروا مصر بقوة؟ يعني أنا بشوف حوالينا بموريال في عدد كتير كبير عم بيهاجر، هل وجود المسيحية بخطر في مصر؟ يعني أولا لازم نقول أنه أقباط قبطي يعني مصري، حتى هو بس نقول قبطي غير نفهم أنه مصري. لدرجة أن إخواتنا المسلمين يعني منهم كتير المثقفين والكده بيقول أنا قبطي مسلم، يعني أنا مصري مسلم يعني. فدي حاجة كويسة يعني، ده من ناحية. من ناحية تانية فكرة الهجرة، هي الهجرة ظاهرة إنسانية يعني، ليها أسباب كتير وبتتغير الأسباب دي. في أسباب يعني كل البلاد كل الدنيا هجرت وما زالت وهتكمل، فلكن الأسباب هي اللي بتتغير. فطبعا ممكن تكون أسباب سياسية، ممكن تكون أسباب دينية، ممكن تكون أسباب اقتصادية، الناس وفي ناس عايزة يعني تغير تحسن من حياتها أو
تعتقد انه ده تحسين من حياتهم، يعني ده كويس يعني، لكن في فترة من الفترات اكيد كان في نزوح كبير جدا من مصر، خوف، عدم امان، يعني حتى كانوا بيقولوا انه احنا خايفين على اولادنا في المستقبل. لكن انا لاحظت حتى يعني في فترة من حوالي 3 سنين تقريبا كان هناك اعداد كتيرة بتيجي. دلوقتي لاحظت مع المسؤولين هنا انه اعداد المصريين قلت، ولما نقول المصريين كمان حتى المسلمين كمان يعني، لانه المسلمين بيهاجروا كمان يعني، فالمسيحيين قلت الاعداد بتاعتهم، وخصوصا مع يعني ارتفاع عدد مثلا البلاد التانية اللي هي فيها صعوبات زي سوريا زي غيره يعني. فبالنسبة لمصر الوضع يعني تحسن كتير، اكيد مش تماما، انه في تحديات كبيرة، تحديات اقتصادية، تحديات اجتماعية، تحديات العدد اللي بينمو بسرعة، يعني احنا بنزيد 1.5 مليون تقريبا في السنة، حاجة مرعبة يعني. فكل ده تحديات بتخلي انه قدامنا مشوار كبير قوي، لكن على مستوى البلد، على مستوى الإدارة، على مستوى السياسة اللي في مصر افضل كثيرا يعني. ان شاء الله وان شاء الله هيك يضل في سلام بالبلد، لان بنلاحظ قديش في مراحل اجى اعداد كبيره من فتره، مثل ما عم تقول سيادتك يعني اجى عدد كثير. ايوه كان وفعلا كان في فتره يعني نقول كده انه المصريين كلهم سواء مسيحيين او مسلمين حسوا انه مش دي مصر اللي احنا بتاعتنا، مش دي مصر ام الدنيا يعني، ف كان ام الدنيا بتتخطف مننا يعني. ف لكن الحمد لله يعني قدرنا نرجعها، وان شاء الله تبقى احسن واحسن كمان ان شاء الله، وان شاء الله بيضل وجودكم بركه. الله يبارك فيك، ميرسي. فعلا مصر احتضرت سيدنا يسوع المسيح، وبنفس الوقت المسيحيه بنشوف قد ايه عندهم الانتماء القوي لهالبلد ومحبتهم لبلادهم. مزبوط. يعني عم يجوا على مونريال بس بنلمس قد ايش بيضل عندهم انه نحن مصريين، نحن الفخر بالانتماء لمصر. وهو ده اللي انا يعني شويه اتكلمت مع عائلتنا هنا في مونريال وفي تورونتو، بقول لهم كونوا فخورين بإيمانكم المسيحي وبجذوركم المصرية، وطبعا أكيد اندمجوا بطريقة صحية، بطريقة طبيعية، بطريقة إيجابية في المجتمع وفي بلدكم الجديد يعني. فما نقدرش ننكر أنه برضو بيحصل هذا الصراع الداخلي يعني بين الجذور القديم والجديد. فعلا. فعلا يعني هون كمان في اختيار الشخص، يمكن في ناس عندها الانتماء قوي بتحب تخليه انه مزبوط جذوري، وانا بحب ان اولادي يتعرفوا على تاريخنا كعائله. مزبوط. وفي اشخاص بالنسبه لهم انا جيت على بلد جديد خلاص انا موجود بهالبلد. ايوه. اهم شيء ما يكونوا يعني لو تغربوا عن بلادهم ما يتغربوا عن ربنا، ويكون مجيتهم على كندا تبعدهم عن التزامهم ومحبتهم لربنا. هيدي اهم شيء، لانه بالنهايه وين ما رحنا الله معنا، والرسل وقت اللي كانوا يهاجروا بفضلهم انتشرت البشاره. وان شاء الله من خلال هالمصريين اللي عم يهاجروا يضل يسوع بقلبهم، يقدروا يخلوا هالكلمه، لانه فعلا ملح الارض ونور العالم. ما فينا ننكر انه مزبوط، اذا بنعيش مسيحيتنا مثل ما ربنا دعينا نكون، بنكون ملح الارض. صحيح. ان شاء الله امين يا رب، يعني يساعد كل المسؤولين كل واحد في مكانه، انه فعلا نخلي سواء اللي بيبقوا في البلاد الاصليه انه يكونوا يعني اقوياء كويسين في ايمانهم وفي انتمائهم لبلدهم، او اللي بيهاجروا لأي ظروف كانت، أنهم برضو يظلوا متجذرين في البلاد بتاعتهم.
مشاريع بين مصر وموريال؟ من حيث الكنيسة ولا من حيث؟ كنيسة يعني كنيسة قبطية. يعني بما انه احنا بنتكلم على سنة الشباب وسنودس الشباب اللي هيتم في الشهر القادم في روما، فأنا يعني في كلامي مع الآباء المطارنة هنا في كندا دعيتهم انهم هم يجوا اولا يزوروا مصر، وانهم يشجعوا الناس والشباب انهم يعملوا رحلات لمصر. وكمان رعيتنا ورعيانا يعني لازم شوية بشوية يحصل التبادل ده بين الثقافة هنا والفكر هنا وعندنا. يعني الشباب مش بيتكون بس بالمعلومات، بيتكون بال... فأظن التبادل ده لما الشباب بيجي ممكن يجي هنا وشبابهم يجي عندنا، أظن التبادل ده هيبقى غنى كبير للطرفين. يعني عيشة كتير مع الشبيبة بالمؤتمرات واللقاءات، قديش يعني يبقوا أوقات ما بيفهموا اللغة مع بعض، ولكن بس يكون لغة المحبة بتجمعهم وربوا صداقة قوية جدا مع بعض، بضلوا يتواصلوا مع بعض. صحيح، لو كانوا ببلدان بعيدة بضلوا يتواصلوا مع بعض، مزبوط، يحكوا. هيدا شغلة كتير حلوة. وهل بالسينودس اللي رح يتم للشبيبة بروما رح يكون في ممثلين من موريال ولا هيكونوا أكتر من مصر؟ لا، هو السنوس اللي هيتعمل دلوقتي هيبقى على مستوى رؤس يعني المسؤولين في الكنائس الأساقف، لكن هيكون في مشاركين طبعا، أكيد في مشاركين مدعوين، في مشاركين وفي بعض الشباب الممثلين هيكون من عندنا برضو في يعني على الأقل حد بيمثل، لأنه هي نسب يعني حسب عدد الأشخاص والسينودوس يعني. فأظن أنه هيبقى في المشاركة يعني. إن شاء الله. أنا هكون حاضر مع حد من الشباب يعني. يعني نيالهم هالشبيبة رح يشاركوا لأنه هيدي شغلة حلوة. طبعاً. وفي عند حياتهم للأبد. وفي راحوا من عندنا في التحضيرات الأولية كمان. كان في اجتماع خاص بالشباب نفسهم حضروا فيه لل أخذوا أفكار غيرهم. هني عم بيمثلوا مزبوط جماعة الشباب مش بس حالهم. صح. غبطتك كتير انبسطت بالحديث معك، وحب هيك قبل ما ننهي تعطينا نصيحة لهالمشاهدين اللي معنا وعم يسمعونا هلأ، وبالأخص اللي هني برات مصر. شو بتحب تقلهم؟ شو بتحب تنصحهم؟ هيك كلمة أبوية من القلب. يعني بالنسبة لكل الشرقيين نقول لهم يعني أنتوا بعدتوا بالمكان، لكن مهم قوي الارتباط بالقلب وبالانتماء للأصول والجذور. بالنسبة للمسيحيين عموما في كل بلاد المهجر بقول مش لازم ابدا نفقد في عالم النهارده في الحياه يعني او القوانين العلمانيه الصرف بتضغط على الكنيسه وبتضغط على المسؤولين في الكنيسه مرات انهم يبقوا تقريبا اقول ايه يعني خايف اقول الكلمه انه يبقوا خجلانين من انهم مسيحيين يعني، او يحاولوا يسيروا الامور يعني. هي هيدي لانه صعوبات الحياه عم تخليهم اوقات مثل يسيروا، ويمكن مره اثنين ثلاثه مسيره يفقدوا اللي هن مقتنعين فيه. مزبوط. يعني عشان كده انا يعني بقول الله بيحبكم، بيحب كل واحد. ما هو الله بيحب كل واحد فيكم، واكيد انتم ما جيتوش بالصدفه هنا، لكن الله يريد منا رساله، منك ومنك ومنكم رساله تعملوها، هي الشهاده لي، شهاده للحياه، شهاده للايمان المسيحي. ومرات كتير جدا
البلاد اللي احنا بندخل فيها هي محتاجة لناس متمسكين بإيمانهم علشان هم كمان يستردوا قيمة الإيمان بتاعهم اللي مرات اتغطى شوية بأتربة الزمن يعني. فأظن ان احنا لينا دور كبير خالص انه نرجع كمان البعد الإنساني في العلاقات، بما انه احنا عندنا العلاقات الإنسانية يعني عالية ونتمنى انها تكون عميقة كمان. فأظن انه نقدر نساعد يعني، فمجتمعنا المسيحي الشرقي اللي جاي مش لازم يكون مغلق على نفسه، احنا ناخد وندي، نتأثر ونؤثر. فده مهم جدا، وربنا معاكم ويحافظ عليكم ويدي نعمة كبيرة علشان نقدر نحتفظ بهويتنا المسيحية الشرقية ونندمج في المجتمع الجديد ونؤثر ونفيده كمان بالإيجابيات بتاعتنا. نطول نعطي ملح الأرض ونور العالم، لأنه إذا ما كنا على صورة يسوع من عيشة بالضبط، فعلا المجتمع بيفقد أشياء كمان، لأنه مزبوط. بتاريخ الكنيسة بمصر وبكل البلدان أنه ربنا يعني عم يشتغل من خلالنا حتى نطالب بحقوق الإنسان. مزبوط. وحاليا مع الانفتاح اللي موجود مع التكنولوجيا الموجودة، يمكن لأنه مغريات الدنيا صارت كتيرة على أولادنا، دائما بدنا نذكر بأهمية الإنسان. مزبوط صحيح، يعني ده حقيقي وبيتطلب طبعا التزام كبير يعني داخلي أولا، ثم بعد كده تنظيم الحياة بتاعتنا ازاي. إن شاء الله. إن شاء الله. بتشكر كتير غضتك، عطيتنا من وقتك، استضفتنا يا أهلا بيكم كنيستنا، كنيسة سيدة مصر، حسينا حالنا بمصر، مصر موريال. يا أهلا أهلا وسهلا، وإن شاء الله نشوفكم في مصر برضو يعني. إن شاء الله. أنا ولا مرة زرت مصر لسه يعني، الفرصة قائمة يعني، ولكن بنشوف مصر من خلال الأشخاص الموجودين، من خلال الرعية هون، من خلال النشاطات. يعني بحس إنه كأنه زيارة سريعة لمصر، بنحس بهالشيء لأن بعد نحملين العادات وتقاليد ولغة اللغة المصرية الحلوة اللي تعودنا عليها كلنا. تمام. شكرا سيدنا، بطلب منك تباركنا، تبارك اكيب صوت الرب وبنهاية الحلقة. وبحب اتشكر هون كمان كل الاكيب اللي ساعدونا اليوم، جورج، هالا، ريتا وتوني، وكل الاشخاص كمان اللي كانوا عم بيحضروا لحتى تكون هالحلقة ناجحة ونقدر نطلع على الناس. يا رب شكرا، ويعني ربنا يباركنا، وبشفاعة أمنا مريم العذراء يباركنا الثالوث القدوس، الله الآب والابن والروح القدس. سلام الرب معاكم دايما. شكرا 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 جزيلا. هناخد، تعالوا ناخد صورة بقى كله. ده لسه